السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. نعود مجددا إلى زوايا الحدث بعد أن توقفنا طيلة الشهر الفضيل. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنخصصها لمتابعة العملية الإرهابية التي تمت صباح اليوم في مدينة عدن. مرة أخرى الإرهاب يواصل حربه في عدن. هذه المرة كان الهدف مقر قوات الأمن الخاصة، والذي تعرض لعملية إرهابية كانت تهدف إلى السيطرة على معسكر الصولبان من خلال عملية انتحارية بسيارة مفخخة أعقبها اقتحام لعدد كبير من المسلحين الذين سيطروا على بعض المواقع في المعسكر في ظل اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الجنود. سيطر المهاجمون على بعض المواقع ما استدعى تدخل قوات التحالف التي شاركت بمقاتلات الأباتشي وقوات عسكرية، وقامت مع القوات الأمنية المحلية بإقفال عدد من الشوارع المحيطة بالمعسكر والقريبة من مطار عدن، الذي توقفت رحلاته بشكل مؤقت حتى تم تطهير المعسكر من العناصر المسلحة واستعادته من قبل القوات الأمنية. هذه العملية تسلط الأضواء مجدداً على الحرب ضد الإرهاب في المدينة، وتعيد إلى الأذهان التساؤلات المطروحة عن خطط الحكومة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجماعات المسلحة في العاصمة المؤقتة. في هذه الحلقة سنناقش تفاصيل العملية الإرهابية وتأثيراتها على جهود الحكومة والسلطة المحلية في عملية إعادة تطبيع الحياة في مدينة عدن. ولكن قبل الانتقال إلى النقاش مع ضيوفنا سنشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. لا وقت للاستراحة ولا للأعياد في عدن، فالإرهابيون يترصدون كل فرحة. العاصمة المؤقتة استيقظت على صوت الانفجارات، وكان أول أيام عيدها موتاً كما كان في أيام كثيرة لأكثر من عام. هذه المرة كان الإرهابيون يستهدفون معسكر الصولبان، وبحسب المصادر الأمنية في عدن فإن مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة هجموا المعسكر وسيطروا على بعض مواقعه. المصادر أكدت أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدف بوابة المعسكر في مديرية خور مكسر قرب مطار عدن الدولي، قبل أن تقتحم مجموعة من الإرهابيين بوابة أخرى. سيطر المسلحون على بعض مواقع المعسكر ودارت اشتباكات عنيفة داخله، مما تسبب بمقتل 6 جنود وإصابة العشرات، قبل أن يتدخل طيران التحالف. وقالت المصادر أن قوات تابعة للتحالف تدخلت لمساندة القوات الأمنية في استعادة السيطرة على المعسكر، وهو ما تحقق في وقت لاحق. في مطار عدن الدولي المجاور توقفت الرحلات الجوية بشكل مؤقت، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع الشوارع والمداخل المؤدية إلى المطار. عملية استهداف معسكر قوات الأمن الخاصة في الصولبان تعد الأولى التي تستهدف منشأة عسكرية منذ عودة حكومة بن داغر إلى العاصمة المؤقتة في 6 يونيو الماضي. وتشير هذه العملية إلى أن الإرهاب في عدن لم ينحسر بعد، ولا تزال الجماعات الإرهابية تحضر نفسها لجولات أخرى من هذه الحرب الطويلة. إذن نرحب بكم مشاهدينا من جديد، وسينضم إلينا للنقاش من عدن العميد ناصر سريع قائد القوات الخاصة في مدينة عدن. بداية سيادة العميد مساء الخير. سيادة العميد، ما الذي يحدث في مدينة عدن منذ صباح اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الساعة 5 صباح اليوم تم دخول سيارة مفخخة إرهابية إلى بوابة معسكر الصولبان. نعم. وانفجرت وراح مجموعة من الجنود، وبعدها تم تسليم إرهابيين إلى داخل القيادة في معسكر الصولبان. نعم. الصولبان. وبعدها يعني كانوا متحصنين داخل مبنى القيادة، وتم يعني التنازع مع قوات الأمن وقوات الجيش. نعم. والحزام الأمني، وتم يعني تطهير المعسكر بكامل. لكن سيادة العميد، طالما والمعسكر نعم نعم الطيران الأباتشي نعم الإماراتي. نعم سيادة العميد، يعني المعسكر هو عبارة عن منطقة عسكرية، بمعنى كيف تمكنت هذه السيارة من الوصول إلى بوابة المعسكر بهذه السهولة ومن ثم تنفيذ هذه العملية؟ هو
والله المعسكر كان مفتوح، كان مفتوح من جهه الجنوبيه، ودخل يعني السياره، والعسكريين منهم قليلين، والحمد لله يعني تم التراشق مع الارهابي حتى انفجرت السياره. نعم. بما يخص يعني طبيعة الهجوم، يعني هل تبينت الجهة التي تقف خلف هذه العملية والهدف أيضا من هذه العملية؟ والله لحد الآن تتابع قوات الأمنية كل الأمور الأمنية، ولحد الآن إن شاء الله بتصير مرحلة جيدة من 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 الموضوع. لكن أقول لك إنه الإرهاب في كل محل، يعني نعم الإرهاب هو الإرهاب. نعم، هل تمت السيطرة بشكل كامل على المعسكر؟ يعني نستطيع القول أن المعسكر صار مؤمن بالكامل في هذه اللحظات؟ نعم نعم نعم، تم تظهير المعسكر وتم تأمينه من كافة جوانبه. نعم، سيادة العميد، نعم، المهاجمون الذين سيطروا على بعض المواقع في المعسكر، هل يعني قتلوا بالكامل في هذه المواجهات؟ مرحبا. يعني المهاجمون الذي نفذوا هذه العملية هل تم يعني قتلوا بشكل كامل أو تم القضاء عليهم كاملا؟ نعم 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 نعم، اللي كانوا داخل القيادة حق المعسكر تم يعني تصفيتهم كامل، تغير المعسكر من كل شيء. فيما يتعلق بقوات التحالف العربي، هل تدخلت لمساندتكم؟ يعني وما طبيعة هذا التدخل؟ نعم نعم، التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة تم مساندة القوات بالأباط شيء، والحمد لله كل شيء على ما يرام. نعم، ولكن يعني سيادة العميد، ما الأهمية الذي يمثلها معسكر الصولبان؟ بمعنى يعني لماذا تم استهداف هذا المعسكر يعني تحديدا؟ المعسكر اهم معسكر داخل محافظه عدن، لانه ملامس للمطار عدن الدولي. نعم، ملامس للكثير من المعسكرات. نعم، اذا تكرم بالبقاء معنا سياده العميد. سينضم الينا الان من الرياض الباحث في الشؤون الامنيه سيد وليد الاثوري. سيد وليد، مساء الخير. مساك الله بالخير أنت وجميع الإخوة المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد وليد. يعني بداية، عملية إرهابية جديدة اليوم استهدفت معسكر الصولبان في مدينة عدن، يعني هل نحن إزاء عودة للهجمات الإرهابية في عدن بعد، خصوصا بعد ما بدا أن هناك تقدما كبيرا للأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب في المدينة؟ طبعا عزيزي، تجد هذه العمليات الإرهابية بشكل واضح عندما يبدأ تطبيع الحياة في مدينة عدن واستقرار مدينة عدن، وبدأت الحكومة تمارس مهامها بشكل عملي في مدينة عدن، المطار بدأ يشتغل في مدينة عدن، كل هذه الخطوات العملية التي على الأرض زادت من حماس أعداء الأمن والاستقرار بشكل عملي، مما دفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم ما بين حين وآخر. ترتكب الجرائم عادة عندما نجد تقدم ملحوظ في تحقيق الأمن والاستقرار سواء في مدينة عدن أو هناك تقدم في اتجاه صنعاء أو في جبهات تعز لإرباك الشرعية من الداخل وزعزعة الأمن والاستقرار حتى لا يتحقق النصر بشكل عام على مستوى الجمهورية اليمنية. لأن عندما ننظر إلى مسرح العمليات العسكرية ما زالت قائمة على كثير من المناطق في مارب وفي صنعاء وفي تعز وكثير من مناطق الجمهورية اليمنية، كل هذه الحكومة تعمل على إدارة الجمهورية اليمنية من محافظة عدن، وبالتالي من الطبيعي أن تجد مثل هذه العمليات الإرهابية لإطلاق الشرعية وضرب الشرعية من الداخل. لكن نتمنى أن تكون هناك بالمقابل رفع مستوى الإجراءات الأمنية، وقد عملت أجهزة الأمنية عدن بشكل كبير جدا، لولا العمل الدؤوب في عدن لكان هناك إشكالية بشكل أكثر. لكن ما أعتب عليه هو غياب وزارة الداخلية بشكل عملي كمؤسسة حكومية رائدة. يجب أن تكون حاضرة بشكل عملي في محافظة عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة للشرعية حتى تطلع بعملها. هناك كثير من الإجراءات العملية التي يجب أن تقوم بها بدءا من الإجراءات الأمنية وحتى
على مستوى القضاء لم يفعل بشكل عملي لعدن، حتى نرى أولئك المجرمين يحالون إلى القضاء ليحاكموا بشكل عملي ليكون رادع، ليشكل ردع حقيقي للمجرمين الذين يتسول لهم أنفسهم في زعزعة نعم. الأمن والاستقرار في محافظة عدن. نعم سيد وليد تكرم بالبقاء معنا. نعود إلى يعني العميد ناصر سريع. سيادة العميد، يعني اليوم تمكنت هذه الجماعات الإرهابية من الوصول إلى معسكر من معسكرات الدولة، يعني هل الأجهزة الأمنية وأيضا القوى العسكرية يعني بعدما تم اليوم هي يعني هل هناك احترازات أو خطوات ستنفذ في الأيام القادمة؟ سيادة العميد هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعميد ناصر سريع قائد القوات الخاصة. نعود إلى ضيفنا الآخر سيد وليد الأثوري. سيد وليد، هناك يعني من يرى أن نجاح القوات الأمنية من في منع سيطرة المهاجمين على المعسكر يعد إنجازا أمنيا بحد ذاته في ظل الظروف القائمة، هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ نعم بالتأكيد، وتشكل هذه واحدة من الخبرات العملية للأجهزة الأمنية التي يجب أن تتلافى حدوث مثل هكذا هجمات. باعتقادي أن جميع الممارسات والسلوكيات في ارتكاب مثل هذه الجرائم هي واحدة باعتبارها نابعة من 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 فكر معين أو من اتجاه معين، وبالتالي التعامل معها أو التعامل بها بهذا الشكل يعتبر إنجازا أمنيا واحدة، وثانيا يعد ذلك خبرة عملية يجب أن يستوعبها الأجهزة الأمنية بشكل عملي في عدن للحفاظ على بقية مؤسسات الدولة والأماكن الاستراتيجية الهامة للقيام بمهامها بشكل عملي في المرحلة القادمة. لكن يعني هذه الجماعات الإرهابية وصلت واستهدفت مؤسسة عسكرية ذات أهمية كبيرة أو بمعنى معسكر يشكل أهمية كبيرة، يعني كيف سيحسب إنجاز وقد تم ضرب يعني معسكر مهم في المدينة؟ عزيزي من الطبيعي جدا أن تحصل مثل هذه الأحداث، رأينا ماذا حدث في صنعاء في وزارة الدفاع في الأيام العادية بالضبط واقتحام نعم. وزارة الدفاع وكان هناك جريمة بشعة، ما بالك في مدينة بعد معركة كبيرة ترتبط الأجهزة الأمنية بشكل عملي بنظام نعم. علي عبد الله صالح وهو قادر على إدارتها بأي شكل من الأشكال. ما زالت مستحقات الأجهزة الأمنية تصرف من البنك المركزي واحتياجات الناس تصرف من البنك المركزي في صنعاء، وهي التي تحرك سلوك الناس هذا وتتحكم بمقدرات الشعب بشكل عام. هم الأجهزة الأمنية عادة تحتاج إلى تعطير بشكل عملي وتحتاج إلى ربط مصالحها بشكل مباشر بالحكومة الشرعية. هناك كثير من القصور الناتج عن عدم الإمكانيات أو توفر الإمكانيات بشكل عملي حتى تساعد في ضبط الأمن والاستقرار في محافظة عدن. نعم. يعني ما الذي تحتاجه المدينة؟ يعني سيد وليد، ما الذي تحتاجه المدينة إذا كان يعني إلى اليوم يعني صار عام على تحرير المدينة من سيطرة هذه الميليشيا، ولكنها حتى الآن لم تتحرر من العمليات الإرهابية والإرهاب الذي يضرب المدينة، يعني ما الذي تحتاجه المدينة لمواجهة هذا الإرهاب؟ أعتقد هناك في جزء بسيط من الصراع القائم مرتبط بالتكوينات التي قامت بتحرير عدن أو الجماعات أو التكوينات المقاومة التي قامت بتحرير عدن. هناك يحتاج إلى نوع من الشغل السياسي في هذه التي الجماعات، لأن تحس بعض الجماعات التي تشعر بأنها تم إقصائها فتقوم برد فعل سلبي باتجاه أو بالتحاق بالجماعات الإرهابية نتيجة شعورها بأنه تم إقصائها بعد تحرير عدن. كل هذه الأمور ترتبط بالملف السياسي بشكل عام، يعني يجب أن يكون هناك عمل بشكل موازي في الإجراءات الأمنية وبشكل استحقاق الناس في خلال المرحلة الماضية الذين قاموا ب سواء كانوا ناضلوا من أجل تحرير عدن أو مرتبط بملف الجرحى. أي إرهاصات من هذا الجانب هي ستساعد سوف تشكل بيئة خصبة لاستقطاب الشباب من قبل الجماعات الإرهابية. يجب أن لا نترك هذه الفرصة لهذه الجماعات أو لا نترك هذه البيئة الخصبة لهذه الجماعات لاستقطاب الناس لتنفيذ أعمال إرهابية. بمعنى يجب أن نعمل بشكل موازي في الجانب السياسي وحل احتياجات الناس، وبالتالي الإجراءات الأمنية بشكل موازي لردع هؤلاء الناس ومن ثم إحالتهم من القضاء ومحاكمتهم حتى لا يتسنى أو لا يفكر الآخرين بعمل نعم. أي بارتكاب أي جرائم إرهابية في
المناطق المحررة بشكل عام. نعم، فيما يتعلق يعني سيد وليد في دور التحالف العربي، أين هو مما يحدث في مدينة عدن؟ هل يعني ينتظر في كل مرة تحدث فيه عملية مشابهة لما حدث اليوم كي يتدخل؟ أعتقد هناك أولويات معينة للتحالف العربي، لكن دعني أقول هنا بصريح العبارة بأن لا يمكن أن يكون هناك نجاح للتحالف العربي إذ لم يربط هذا النجاح بتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. نجاح التحالف العربي هو بنجاح الأمن في المناطق المحررة حتى تستمر عملية تحرير بقية أو دحر بقية دحر الحوثيين وقوات صالح من بقية محافظة الجمهورية اليمنية. نعم، يعني بالنسبة للوضع الأمني في مدينة عدن وخلال الفترة الماضية حتى الآن، يعني ما تقييمك للوضع الأمني؟ هو بشكل يمشي بشكل جيد ويتراوح وفقا للمسار السياسي، لكن مقارنة بالماضي أظن هناك تحسن كبير، وهذا لا يعني أن يستمر عند هذا الحد، بل يجب أن يكون هناك عمل مكثف مع بقية الأجهزة الأمنية، تفعيل دور الأجهزة الأمنية. نجاح العمل الأمني يعتمد على المعلومة، تفعيل الجوانب الاستخباراتية في عدن مهم جدا، لأنه المعلومة هي واحدة من أهم أسرار نجاح العمل الأمني، وليس المعلومة فقط ولكن إدارة المعلومة أيضا والتعامل معها بشكل سريع هو واحدة من مرتبط بنجاح العمل الأمني. لذا يجب علينا اتخاذ حزمة من الإجراءات في تفعيل جوانب الاستخبارات العملية في محافظة عدن، تفعيل دور الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة عدن، ولا يمكن أن نفعل هذا الدور إلا أن تكون هناك قيادة حقيقية لوزارة الداخلية موجودة وحاضرة بشكل عملي بمؤسساتها وفروعها المختلفة أو إداراتها المختلفة في محافظة عدن، وإيجاد معمل جنائي خاص في عملية ضبط الأدلة الجنائية للمجرمين الذين يقومون بمثل هذه الجرائم. وبالتالي نحن أمام حاجة ماسة أو حاجة ملحة لاتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة لكي نحقق ذلك النجاح وتحقيق الأمن بمفهومه الواسع والشامل في محافظة عدن. نعم سيد وليد، يعني تمت هذه العملية في ظل تواجد الحكومة اليمنية في المدينة، يعني هل نتوقع مزيد من هذه العمليات في ظل يعني وجود الحكومة في المدينة حاليا؟ لا، سوف نتوقع مزيد من الإجراءات الأمنية ومزيد من الاهتمام بالملف الأمني في محافظة عدن، وهذا ما أتوقعه من دولة رئيس الوزراء بن دغر، لأنه أعتقد رجل بحجم المسؤولية يجب أن تكون هناك حزمة إجراءات جديدة للحكومة فيما يتعلق بالملف الأمني، وهذه رسالة نوجهها للحكومة ولفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي خلال المرحلة القادمة. نعم، يجب عليهم ان سحب كوادر وزاره الداخليه واداره الكوادر البشريه من محافظه عدن بشكل عملي لتحقيق الامن والاستقرار بدءا من عدن وانطلاقا نحو المحافظات التي سيتم تحريرها في خلال المرحله القادمه ان شاء الله تعالى. نعم، السيد وليد الاثوري الباحث في الشؤون الامنيه، اشكرك كثيرا، كنت معنا من الرياض. اذا مشاهدينا، سينضم الينا الان من عدن الصحفي فتحي بالازرق. سيد فتحي، مساء الخير. سيد فتحي، نبدأ معك يعني من الدلالة التي تحملها هذه العملية، خصوصا وهي يعني استهدفت أكبر المقرات الأمنية في مدينة عدن. أولا العملية دلالة واضحة، خصوصا أنها جاءت في ذكرى تحرير مدينة عدن في هذا اليوم من العام الماضي. نعم. كانت مدينة عدن تحتفل وبشدة، الكل يحتفل بتحرير المدينة والذي صادف حينها. نعم. أواخر شهر رمضان واحتفلت الناس في عيد الفطر. أنا شخصيا أرى أن العملية في البداية هي تحمل رسالة سياسية، أطراف سياسية أرادت توجيهها للسلطات في عدن، للحكومة الشرعية، للجيش الوطني، بأنها في ذكرى تحرير مدينة عدن لا تزال قادرة على أن تظهر في عقر دار المدينة، وتوجيه رسالة بأنها لا تزال هذه القوة حاضرة وهذه القوة ممثلة بالحوثيين ونظام صالح. هذه الأطراف وجهت رسالة واضحة للمعالم اليوم وقالت فيها أنها لا تزال قادرة على إضعاف القوات الأمنية والعسكرية في عدن. بالعودة إلى الهجوم المسلح الذي استهدف المعسكر، أود التوضيح أولا بأن المعسكر مع حلول عيد الفطر كان يتواجد قلة قليلة من الجنود ولم يكن يحوي الكثير من الجنود كما أشير في بعض وسائل الإعلام.
واستهدف بسيارة مفخخة، وعقب هجوم المسالحين تمكنوا من الدخول إلى المعسكر. الأمر الشائك في العملية الاقتحام أن المسلحين ارتدوا بردات عسكرية مشابهة لبردات الجيش، وهذا ما صعب عملية معرفة من المسلح المهاجم من الجندي الذي كان يتواجد داخل المعسكر نفسه، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد العملية العسكرية والتي استمرت لساعات. الأمر الثاني، المشكلة التي واجهت القوات الأمنية هي ضعف عملية التنسيق المسبق بين هذه القوات. لدينا قوات من الجيش ولدينا قوات أمنية من الأمن الخاص أو ما يعرف الأمن المركزي، ولدينا وحدات أمنية مختلفة، ولكن المؤسف أن عملية التنسيق بينها نعم. لكن يعني سيد فتحي، هو تحدث قائد القوات الخاصة في عدن العميد ناصر سريع، تحدث أن هذه الجماعات الإرهابية وصلت بالسيارة المفخخة إلى بوابة المعسكر وتم التفجير، ومن ثم دخلت عناصر وسيطرت على بعض المواقع واشتبكت، بمعنى أنها دارت معارك كبيرة وتدخلت قوات التحالف هناك. بالضبط، العملية اشتبكت بسيارة مفخخة ومن ثم عقبها هجوم المسلحين كما أشرت مسبقا. العملية تميزت، عملية اليوم تميزت بمشاركة أكثر من 15 إلى 16 مسلح، وهذا العدد لم يتم استخدامه في أي عملية عسكرية سابقة، حتى العملية العسكرية التي ضربت المنطقة العسكرية الرابعة في العام 2014 أو 2013 على ما أتذكر، كان المشاركين فيها لا يتجاوزون 6 أشخاص. نعم. هذه أكبر عملية من حيث العدد ومن حيث التخطيط والتنفيذ. استمرت سيارة مفخخة واشترك فيها مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، رغم أنه لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤولية عن الحادث، لكن عامة العملية يمكن وصفها بالكبيرة والتي أرادت توجيه عدد من الرسائل السياسية هنا وهناك. لكن هو أيضا العملية هذه يعني تعد الأولى سيد فتحي، العملية هذه تعد الأولى يعني خلال تواجد الحكومة في عدن. هل نتوقع تصاعد للعمليات الإرهابية في المدينة في الفترة القادمة تزامنا مع تواجد الحكومة في المدينة؟ الحقيقة أنه لا يمكن الجزم بأن الهدف كان استهداف الحكومة أو سواه، لكن يمكن الفصل في هذا السياق لأنه تأكيد بأن الجماعة المسلحة لا تزال تملك بعض النشاط في المدينة. مدينة عدن خرجت من حرب مدمرة استمرت لأشهر، كمية ضخمة من الأسلحة التي خرجت من مخازن الجيش بجبل حديد، هذه حقيقة الكل يعرفها بأن كمية كبيرة من الأسلحة التي خرجت وقعت بأيدي مواطنين ومن ثم تحولت إلى أيدي الجماعات المسلحة. لذلك الجماعات المسلحة في عدن أو في المحافظات الأخرى باتت تملك ترسانة كبيرة من المتفجرات والأسلحة التي يمكن استخدامها خلال أي عملية إرهابية خلال الفترة القادمة. لكن إجمالا لا يمكن القول أن الأجهزة الأمنية لم تقم بدورها، على العكس عدن شهدت خلال الأشهر الماضية أو فلنقل الشهرين الماضيين جهود أمنية حثيثة يقوم بها الحزام الأمني وتقوم بها كافة الوحدات العسكرية بدعم من قوات التحالف تحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة، والحملات الأمنية فعلا نجحت في حد بشكل كبير من هذه الهجمات. لكن نعم أيضا نعم سيد فتحي، أيضا يعني الخبير في الشؤون الأمنية السيد وليد الأثوري تحدث يعني أن جزء مما يحدث في المدينة هو بسبب القصور الكبير في دور وزارة الداخلية، هل تتفق مع ما قال؟ بالعكس، وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأمن في عدن، ممثلة بمدير الأمن شلال علي شاي، تقوم بدورها على أكمل وجه. لكن المشكلة التي تواجهها عدن هي أن السلاح الضخ بكميات مهولة إلى أيدي المواطنين. الآلاف من اشتركوا خلال الحرب باتوا يحملون الأسلحة ويفرضون مطالب معينة. الجماعات المسلحة لاقت الكثير من الدعم خلال الحرب الأخيرة،
من هنا او من هناك وتوسعت بشكل كبير. اذا اداره الامن، التحدي الذي كانت تواجه اداره الامن ما قبل الحرب هو مخالف او مختلف عن التحدي الذي تواجه اداره الامن ما بعد الحرب. اذا كانت قوات الامن لم تستطع خلال ما قبل الحرب منع كثير من الهجمات التي وقعت في عدن، وبينها ايضا تفجير سياره مفخخه في مبنى اداره الامن في عدن في العام 2013، اذا اداره الامن حاليا هي تبذل الكثير من الجهد على امل ان تحد بشكل كبير من الهجمات المسلحه التي تحدث اليوم، لكن انا شخصيا اتوقع ان الهجمات المسلحه ستستمر، وبالتالي الجهد الامني سيستمر ايضا، والامل ينعقد اساسا على التسويه السياسيه تحل. نعم نعم سيد فتحي، يعني بسؤال اخير سيد فتحي، يعني سؤال اخير، يعني بشكل عام كيف يبدو الوضع الأمني في عدن في هذه المرحلة؟ الوضع الأمني إذا قارنا الوضع الأمني اليوم في عدن مقارنة بالوضع الأمني قبل أشهر، أنا شخصيا أرى أن الوضع الأمني جيد جدا ويتحسن رغم بعض الاختلالات هنا والهجمات هناك. أنا أتوقع أن الخطة الأمنية ستتواصل، نعم هناك ستكون بعض الخروقات هنا وهناك، لكن بالمطلق في الأخير الناس يجب أن تعيش والدولة يجب أن تسود والنظام يجب أن يسود وقوات الأمن يجب أن تعمل. لا يعقل أن نقول مثلا أن قوات الأمن خسرت هنا أو هناك لكي تتوقف المعركة ضد الجماعات المسلحة أو ضد أي مخرب أو من يعمل على دعوات الأمن والاستقرار. يجب على الجميع دعم قوات الأمن. في الأخير لا خيار أمام الناس إلا أن يسود النظام والقانون وتسود المساواة والعدالة ويسود واقع الدولة الحقيقية. نعم، أشكرك الصحفي فتحي بالأزرق، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا في الختام لم يتبقى سوى أن أشكر ضيوفي، كان معي العميد ناصر سريع قائد القوات الخاصة في مدينة عدن، أشكره كثيرا، وأيضا أشكر ضيفي الآخر الباحث في الشؤون الأمنية السيد وليد الأثوري، وأشكر أيضا الصحفي فتحي بن الأزرق الذي انضم إلينا مؤخرا، كما أيضا أشكر جميع أفراد طاقم العمل وفي الإعداد الزميل كمال حيدر، وأشكركم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. حتى الملتقى في أمان الله وحفظه.